احنا في حق الله سعداء بتواجدنا في مدينه بنكرير، مدينه الصناعات الذكيه اللي تحتضن لعبه ذكيه وهي الشطرنج. يعني هذه التظاهره تتحمل واحد الشعار اللي هو وضعناه باتفاق مع السلطات المحليه، عنده تم تقاول وراءه انه تحقق مجموعه من الاهداف الثقافيه والتضامنيه والرياضيه فقط. يعني الشطرنج يعني تربيه وثقافه ودعامه يعني لتنميه المهارات. مدينه بنكرير فيها مدينه الصناعات الذكيه، فيها مجموعه من المؤسسات يعني لتنميه المهارات على مختلف تنويعها. الشطرنج هي رياضه تنمي المهارات، وهذه من اسرار تواجدها في مدينه بنكرير. فنقولوا على ان تظاهره اسم على مسمى وتتطابق مع هذه المدينه الجميله، اذا تعرف واحد الحركه يعني ثقافيه وعمرانيه ورياضيه واجتماعيه دائمه ومستمره. احنا مسرورين بتواجدنا بمدينه بنكرير باش نساهموا تحنا بدورنا في هذه الحركه العمرانيه والثقافيه والاجتماعيه. هذه الدوره اللي تنظم في اطار تنفيذ البرنامج الجامعي لموسم 2021-2022، وتتنظم تحت اشراف وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. طبعا حال هذه الوزاره لما تدخل السيد الوزير على دعمها في اطار عقده الاهداف اللي تسنيت وقعت هذه السنه بمقتضاها، يعني تعطيت واحد المنحه كباقي الجامعات الرياضيه لتنفيذ البرنامج. هذه الدوره كذلك تنظم يعني تحت الرعايه ديال السيد عامل الاقليم الرحاله اللي ما بخلش علينا على الدعم ديالو المادي والمعنوي، وكذلك بالتنسيق مع مجموعه من القطاعات المحليه والاقليميه من بينها جامعه بنكرير ومجلس اقليم رحالنا، وهناك داعمين اخرين كمندوبيه التعاون الوطني ووزاره الشباب والتواصل والثقافه. ما نبغيش ننسى يعني الدعم ديال شخصيات وازنه في الاقليم، على راسهم الحاج الزعيم نائب النمالي، مبادرة شخصية ديالو أبى إلا أن يساهم بدعم مادي في هذه التظاهرة، وهذا في حق قليل ما تشاهدوه. فالدعم عادة تكون من المؤسسات، لكن الحاج الزعيم فهو يعني بمبادرة شخصية ديالو والانتماء ديالو الحرص ديالو انتماء الغيرة ديالو على إقليم الرحالة، فمشكورا على هذه المبادرة الإنسانية. هذه التظاهرة تتعرف مشاركة أزيد من 350 مشارك ينتمون إلى مختلف أنحاء المملكة، بنسبة 65 نادي أو جمعية رياضية منتمية إلى الجامعة برسم الموسم 2021، مقسمة إلى 5 عصر. جميع العصر الجهوية في المغرب هي الآن متواجدة في مدينة في إقليم الرحالة. ما يثلج الصدر هو يعني التنوع في الفئات، جميع الفئات العمرية هنا متواجدة من كلا الجنسين. تلقوا أطفال تلعبون مع رجال كبار راشدين، وهذا تعطي واحد يعني النكهة يعني وواحد المزية إنسانية واجتماعية لهذه التظاهرة، بالإضافة إلى المزايا ديالها الرياضية التنافسية. فنجدد الشكر لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في تنزيل البرنامج الجامعي وفي إخراج هذا الملتقى إلى الوجود، لتضم يعني جميع التظاهرات الفروقية، البطولات القسم الوطني الأول رجال، بطولات القسم ممتاز، بطولات القسم الوطني الثاني، بطولات القسم الوطني الثالث، وكذلك منافسة كأس العرش سواء على مستوى فرق رجال أو مستوى فرق سيدات. كاين دورة كوينية للديبوم والدريب الوطني، وكاين أبو مفتوحة لنشر لعبة الشطرنج. حدث آخر تتعرف في هذا الملتقى وهو اجتماع ديال المكتب المديري ديال الجامعة اللي غينعقد غدا إن شاء الله، وغادي
نصدروا مجموعة من القرارات الحاسمة اللي تتهم الشأن الرياضي الشقيق. السلام عليكم. لا واحد من